مهرجان ربيع سوق وقف في الدوحة في دورته الثالثة أجمع نجوم من أهم الدول العربية. هو مهرجان موجه بالأساس للجاليات العربية المقيمة في قطر. يحرص القائمين على المهرجان على التنويع في الأسماء والألوان الموسيقية للحفاظ على مستوى معين من الفن المقدم. لهنا على مسرح سوق وقف قدمت الأغنية الخليجية، الأغنية التونسية، الإيقاعات المصرية واللبنانية والراي الجزائري والأغنية المغربية. المهرجان هو تظاهرة فنية، أما هو زاد تظاهرة سياحية بامتياز. وللمعلومات، بفضل المهرجان مبيعات الذهب في قطر ترتفع ب 15%. احنا الآن في سوق الذهب، واحد من أهم وأنشط الأسواق في الدوحة، تضم السوق برشا مجوهرات مصنوعة يدويا أو مستوردة. قطر معروفة بتجارة الذهب وخاصة اللؤلؤ. لهنا تتركز أهم العلامات المحلية والعالمية في مجال المسوخ، أكثر من 40 محل، مليارات الدولارات موجودة في البلاصة هذه. مذهلة ما هي بس قصة حسن. من بين أهم المحلات الموجودة في السوق محل غريب وفريد من نوعه، هو الوحيد في منطقة الخليج العربي. يقدم للزوار منتوج من نوع خاص، حيوانات محنطة. لهنا تلقى الطيور، كلاب، الغزال، الأسود، ثعابين وحتى الحيتان محنطة. المحل يقدم زادة جلود للحيوانات. احنا هنا قدام سلعة قيمتها 36,000 دولار. تبقى السوق بالأساس معرض كبير للحرف والصناعات التقليدية، تتحول في الليل المعرض لأهم المنتوجات اللي تحكي على تاريخ الدوحة بطريقة فنية جميلة برشا. وقبل ما تبدأ الحفلات ينجم الزائر يعمل دورة في سوق الحرف باش يتعرف على طريقة الصناعة أسرارها، لأن العمال يتعمدوا يقوموا بأعمالهم داخل المحلات اللي يعرضوا فيها المنتوجات متاعهم. وبطبيعة الأجواء هذه الكل تكون حول المسرح اللي يتزين بألوان مميزة ليلة المهرجان. احنا حاولنا ننوع في اختياراتنا، في فنان مثلا استعراضي، في الفن الاستعراضي، ولكن الفن الاستعراضي اللي يكون فيه طبعا له قواعده وله قوانينه، في الفن الشعبي، فيه الفن الطربي الاصيل، فيه الفن المتطور الجديد اللي فيه يقدم بشكل جيد. اهتمامنا بالنوعيه الاصوات التي تقدم، ورعينا طبعا في اختياراتنا طبعا شكل أساسي طبعا الفنانين القطريين اللي متواجدين في الساحة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في السهرة العراقية، سهرة تجمع ما بين كاظم الساهر والفنانة فريدة العراقية سيدة المقامات. كاظم الساهر عمل مؤتمر صحفي وقت اللي برشا صحفيين كهنوا اللي هو بالشلغي لقاءه مع الإعلاميين بحكم المزاجية متاعه. في الماضي كانت كثير لما تعملي مؤتمر يعني كنت دائما يخلون مواضيع مختلفة. يا جماعة والله ما حكي هالكلام، أنا عمري ما قلت فلان، حتى اللي شتموني من الفنانين قلت الله يسامح. والموضوع الآخر اللي هو الابتعاد والعزلة هي كانت حاجز شوية، إنه كبر عندي مساحة الخوف، ولكن الحمد لله عالجتها من جديد، رجعت يعني أبدا. في المؤتمر الصحفي تمحورت الأسئلة حول مشاركة كاظم الساهر في برنامج المواهب The Voice. كاظم الساهر واحد من المدربين الأربعة. آخر همي أنه أنتظر أنه حتى أفوز، أقسم لك هذا آخر همي. هذا أولا المهم أكون أمين، المهم أنا ما أخون أمانة، لأن هذول المشتركين أعتبرهم كلهم متساوين. أنا ما عندي أروح لما أنا أتحيز للمشترك معايا، إذا راح أخون الآخرين شباب جايين عندهم طموح أن يحققوه يعني في المستقبل، عندهم شيء وينتظروا إنه أن تكون بشكل راقي وبشكل أمين.
حول سؤال بخصوص أنه استقر نهائيا في المغرب وأنه وليت عنده دار في مراكش، حاول كاظم السهري فسر الحكاية. سبرا صح، أنا عندي، أنا أحب الزرع، معروف عني من زمان، أنا أحب الأرض، يعني أحب أمسك الأرض في إيدي، أحب أمسك التراب في إيدي. يعني ما تعودنا أن نسكن يعني شقق عالية وهذه يعني من تمشي تضرب حائط، تمشي تضرب حائط الآخر، فتعبت من الموضوع هذا، فأخذت يعني مزرعة وحولتها من أرض يعني قاحلة إلى 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 غابة نخل. أنا يعني زرعت معهم، يعني أنا كل عندي موثقها عندي بالصور الفيديو، أنا لابس مثل لباسهم ولابس ملابس الفلاحين وندخل نزرع. في الوقت اللي كان The Voice السنة الماضية والجمهور يحكي والهاد، وأنا وين؟ ولا حلقة شفت، لا من السنة الماضية ولا من هذه السنة، ما شفت ولا حلقة. الناس تتكلم، أنا أروح على الأشجار أحكي معهم، أجلس في هناك في القرية، إنه عندي الآلات الموسيقية وعندي استوديو عاملة بشكل رائع طبعا. هذه المهرجانات رائعة طبعا، وهذه المهرجانات جو عائلي للوطن العربي، تلقى مجتمع الكل موجود في هذه المهرجانات، وهذا شيء جميل جدا. متنوعة في الأغاني اللي تختارها، لازم تضطر أن تعيد الأغاني القديمة الجديدة. فأعتقد أنا سعيد لأني كوني دائما يعني أكون على خشبة هذه المسرح. تكون ليلة رائعة، أنا أتمنى اليوم تكون ليلة رائعة حتى أقدر أقدم لهم مثل ما يقدموا لي جمهوري. 50 مهرجان قرطاج، لأنه هذا الموعد هو موعد 50 سنة، وجمهورك يطالب أنك تكون حاضر في مهرجان قرطاج. أتمنى للشرف أن أكون على مسرح قرطاج، هذا المسرح الرائع، هذا الجمهور الراقي، هذا الجمهور اللي احتضنني من سنوات، يعني أبدا أنا للشرف أن أكون على خشبة المسرح قرطاج، يعني أتمنى أن أكون أحد المشاركين في هاي السنة. كلمة الختام لجمهورك عبر قناة تونسية. توانسة كل العالم كله، لأني أحبكم وغني. في المؤتمر الصحفي كان مع كاظم السهرة ولاد الزوز وسام عمر. الفنان قاسم السهر قيصر غناء العربي هو مقل في لقاءاته ومؤتمراته الصحفية ولا يدلي بتصاريح، يعني لدرجة أنه الإعلامي أو الصحافي بيعرف أنه قاسم نجي بنحضر بنصور على الحفلة نستمتع بغنائه وننقل الغناء إلى محبينه في كل العالم. ولكن اللي صار بربيع أو مهرجان ربيع سقواقف تبين أنه غير سياسته، وأعلن هذا الشيء أنه هناك شيء بشخصيته تغير، وأحب أن يكون في لقاء بينه وبين الصحافة والإعلام تياخذوا ويعطوا، لأنه هن أشخاص محبين، هن أشخاص لازم يكون قريب منهم، ومثل ما شفتوا كان ودود وكان الجميع ودود معه، وكان يعني حوار مثير فيما بين الإعلام وقاسم السهر.